صحيت من النوم الصبح بدري، كنت حاسة بجسمي متكسر، بس سمعت تليفوني بيرن، فقلت يوه مين اللي بيرن بدري كده؟ وقمت ساعتها مسكت التليفون، لقيتها شيماء اللي هي بتيجي تساعدني في تنظيف الشقة. قمت رديت عليها ولقيتها بتقولي أنا آسفة يا سلمى هانم، معلش اللي أنا صحيتك بدري، بس والله حصلت لي ظروف جامدة قوي ومش هقدر أجيلك النهاردة، حقك عليا، فأنا قلت بس أتصل أعرفك عشان لو هتعملي اي حاجة او هتجهزي اكل او كده قبل ما استاذ محمد يجي من الشغل. طب وانتي ايه يعني اللي حصل لك يا شيماء علشان ما تجيش النهاردة؟ والله يا فندم ماما تعبانة جدا ومش هقدر اجي، حقك عليا، ان شاء الله هوديها للدكتور ومن بكرة الصبح بدري هتلاقيني جايالك، واسفة مرة تانية ان انا صحيتك بدري. طيب خلاص يا شيماء مفيش مشكلة، المهم ان انتي بكرة تيجي بسرعة بدري علشان تساعديني في تنظيف الشقة. وقفلت معاها وفكرت ان انا اكمل نومي تاني، بس نسيت ان الشقة لازم تتروق، وكمان محمد لازم يجي من الشغل يلاقي غدا، ما هو انا عروسة جديدة. ونسيت اعرفكم كمان ان انا اسمي سلمى وعندي 25 سنة ومتجوزة بالظبط بقالي 5 شهور، بس بصراحة كده البنت الدلوعة بتاعت ماما وبابا، كنت البنت الوحيدة ليهم، ماما وبابا كانوا مدلعيني جدا، وكمان ماليش بصراحة في شغل البيت ده خالص، ومحمد ما كانش عنده أي اعتراض في إن أنا أجيب واحدة تساعدني في شغل البيت، لأنه عارف كده إن أنا بصراحة ماليش فيه وبحب النوم وبصحى براحتي، بس أكيد لما أخلف حياتي هتتغير. المهم إن أنا مودي النهاردة بقى وحش آخر حاجة، بصراحة ما تعودتش إن أنا أروق الشقة لوحدي، شيماء كانت شايلة من عليا هم تقيل قوي، حتى شغل المطبخ كمان كانت بتساعدني فيه، فانا محتاسه دلوقتي ومش عارفه اعمل ايه، اظن اكلم ماما تيجي تساعدني، ده اسهل حل ليا. واتصلت على ماما، صباح الفل يا ست الكل، بقولك انتي وحشتيني قوي. ايوه يا ست سلمى، هاتي كده من الاخر، صح يا بدري وبتتصلي بيا، يبقى اكيد يا عايزه مصلحه يا في مصيبه. لا والله ابدا يا ست الكل، هو الموضوع كله بس اني شايمه مش هتيجي النهارده، وبصراحة بنتك متكسرة ومتدغدغة ومش قادرة تقوم من السرير، فممكن تيجي تساعديني النهاردة بس عشان عايزة أعمل غدا لمحمد، وكمان تقعدي معايا ويعني تساعديني شوية في شغل البيت لو سمحتي يعني يا ماما. بقولك يا بت ما تظبطي كده، هو انت فاكرة لسه نفسك سلمى الصغيرة الدلوعة اللي ما بتشيلش كوباية المية من مكانها؟ يا حبيبتي انت كبرتي وعقلتي وبقيتي ست متجوزة، لازم تعرفي مصلحة بيتك وتعرفي حياتك ماشية ازاي، وشغل البيت ده سيبك من ان شيماء على طول بتيجي تساعدك فيه، بكرة هيجيلك عيل ولا عيلة يقطموا رقبتك، استجدعي كده وامسكي نفسك وقومي روقي شقتك. يا بنتي لما تمسكي شقتك تروقيها بايدك وتعملي اكل جوزك بايديكي، دي ليها طعم تاني خالص. يلا يا حبيبة قلب ماما، وانا اخر النهار هاجي اشوفك نجحتي في الامتحان ولا لأ، سمعتي؟ ماشي يا ست الكل، هو ده اللي انا خدته منك. وقفلت مع ماما، بس كلامها بصراحة اداني حماس، وقلت اما اقوم اجرب اروق الشقة بنفسي، ما انا مش هفضل طول عمري يعني معتمدة على شيماء. وفعلا كنت لأول مرة في حياتي اروق او امسح او اعمل اي حاجة، والله فعلا حرفيا ما عملتش ده قبل كده، كانت شيماء بتيجي معاها نسخة من مفتاح الشقة تدخل تروق وتظبط وتغسل المواعين وتغسل الهدوم، وساعة تجهيز الغدا ممكن تصحيني على الساعة 2 3 كده. كانت حياتي ماشية من يوم ما اتجوزت على هذا الريتم، وكنت أول مرة في حياتي أعرف تفاصيل ترويق الشقة إزاي، وفعلا بدأت أمسح الصالة وأروقها، وقلت أسيب أوضة النوم في الآخر عشان بالمرة أخد دش وأغير هدومي، ودخلت فعلا أوضة النوم وروقتها، ولما جيت أروح أخد هدوم من الدولاب فتحته قلت أظبط فيه شوية، بس ساعتها لقيت نفسي وقفت متسمسرة مكاني، واستغربت من اللي أنا شفته واتصدمت كمان. أيوة أنا شايفة كاميرا في قلب الدولاب، كاميرا إزاي؟ وإيه اللي جابها هنا وبتعمل إيه وبتاعت مين؟ وكمان ده شغال على وضع التشغيل، مسكت الكاميرا وأنا مش عارفة إيه ده وإزاي ودخلت هنا إزاي أصلا، فتحت الميموري بتاعتها ولقيت عليها أفلام، أفلام ليا وأنا في أوضة النوم وأنا بغير وأنا بلبس وأنا نايمة، وكمان وأنا مع جوزي، بقيت هتجنن ومش عارفة أعمل إيه، وإيه اللي جابها هنا ومين اللي حطها ومين اللي مستفاد من حاجة زي كده؟ أول حاجة ساعتها ومن قبل ما أفكر مين اللي حطها اتصلت على أمي جري، وقلت لها الحقيني يا ماما الحقيني أنا في مصيبة. في إيه يا بنتي يا سلمى إيه اللي حصل؟
وساعتها انا حكيت لماما عن اللي انا شفته والكاميرا اللي لقيتها في الدولاب ورعبي من اللي انا شفته عليها. لقيتها بتقولي اهدي يا بنتي يا سلمى، اهدي وانا مسافة الطريق هكون عندك نص ساعة يا بنتي وهكون موجودة. ومفيش فعلا نص ساعة ولقيت امي جت، وساعتها وريتها الكاميرا والمومري اللي عليها وكل الافلام. لقيتها بتقولي يا نهار اسود، ومين يا بنتي اللي ممكن يعمل كده؟ ومين اللي ممكن يحط الكاميرا دي في اوضه نومك؟ مين اللي بيدخل الشقه هنا غريب؟ يا ماما محدش بيدخل هنا غير شيماء الخدامه ومحمد جوزي، محدش تاني. بس انا متاكده ان هي شيماء، ايوه هي الوحيده اللي معاها نسخه من باب الشقه، وهي الوحيده اللي بتدخل اوضه نومي سواء كنت صاحيه او نايمه. انا هتجنن يا ماما، هي ليه عملت فيا كده؟ وهتستفيد ايه؟ ولا هي عايزه تبتزني ولا عايزه ايه بالظبط؟ لا يا بنتي ما ينفعش نظلمها، ما يمكن حد تاني. حد مين يا ماما؟ مفيش غير محمد جوزي، واكيد يعني جوزي مش هيصورني. طب واخواته؟ لا لا اخواته مش بيخشوا اوضه النوم. انا يا ماما لازم اعرف مين اللي عمل فيا كده وعايز مني ايه. طب اهدي واسمعي بقى الكلمتين دول علشان الموضوع كبير. شيماء هتجيلك امتى؟ قالت لي انها هتيجي بكره عادي في ميعادها. طب من هنا لحد بكره الصبح لا شفتي ولا عرفتي ولا سمعتي حاجه، وتتعاملي مع جوزك عادي جدا ولا تبينون انك قلقانه، واوعي تحكي له عن شيء. سمعتي؟ لان احنا لحد دلوقتي ما نعرفش مين اللي حطها. يا ماما محمد مستحيل، انت بتتكلمي ازاي؟ ايا كان، وشيماء برضو ان كانت عملت كده حسابها معايا هيكون عسير، وابوكي لو عارف هيمحيها من على وش الدنيا. حاضر يا ماما. وبعدها قعدنا ساكتين ساكتين وانا مش عارفه اعمل ايه. ولو شيماء عملت كده بتستفيد ايه من اللي هي بتعمله ده؟ طب لو هي ما خافتش انها تسيب الكاميرا واني ممكن اشوفها؟ بقيت هتجنن ساعتها وما بقيتش عارفة اعمل ايه. وعديت اليوم بالعافية، حتى محمد جوزي لما جه من الشغل وقعدنا نتغدى لاحظ ان انا متغيرة وقلقانة ووشي اصفر. بس انا قلت له يمكن من الاجهاد وان انا روقت الشقة النهاردة بايدي. وعدى اليوم بطوله وبعرضه لحد تاني يوم الصبح، لقيت ماما بترن عليا بدري وبتقولي بصي يا سلمى، شيماء هتلاقيها على وصول، لما تيجي تعملي نفسك نايمة ومفيش أي حاجة، وانتي راقبة تصرفاتها من بعيد لبعيد، وشوفيها هتخش أوضة النوم وتدور على الكاميرا ولا لأ. وإن ما كانش أنا برضو هاجيلك بعد ساعة كده وهنشوف هنعمل معاها إيه. قلت لها تمام يا ماما، وفعلا عملت نفسي نايمة. وشيماء بعدها بدقايق جت ودخلت باب الشقة وبدأت تتعامل عادي جدا، بدأت تنظف في الصالة وفي المطبخ وما قربتش ناحية أوضة النوم خالص. بس أنا كنت مليت، مليت من نومتي على السرير، قلت يمكن خايفه تدخل اوضه النوم علشان انا نايمه. هعمل نفسي صحيت بدري وعايزه افطر واشوفها ساعتها لما تخش اوضه النوم هتعمل ايه. وخرجت فعلا، واول ما خرجت لقيتها بتقولي صباح الفل يا ست سلمى، ايه اللي صحاكي بدري كده؟ مش بعتك، بس انا مبسوطه قوي، مبسوطه انك صحيتي بدري عشان تقعدي معايا النهارده. بقولك ايه يا شيماء، انا صاحيه مصدعه ودماغي وجعاني قوي، خشي اعملي لي كوبايه النسكافيه بتاعتي وجهزي لي الفطار. يعني علشان كده حاسه ان انا دماغي محتاجه كوبايه النسكافيه دي. من عيني حاضر، وفعلا جهزت لي الفطار. قلت لها بصي انا على ما افطر كده ممكن تخش تروقي اوضه النوم، وبعد كده لو وراكي حاجه كمليها. وسبتها دخلت اوضه النوم وانا مستنياها تشيل الكاميرا او تحركها من مكانها، لانها اكيد لو شالتها تبقى هي اللي حطاها. بس انا ما قدرتش استحمل، بعد ما دخلت اوضه النوم بشويه دقايق دخلت وراها، واتفاجئت لما لقيتها واقفه ومسكاها. قلت لها بقى انتي، بقى انتي اللي بتعملي فيا كده وحاطه الكاميرا في اوضه نومي يا مجرمه، تعملي كده ليه وبتصوري الافلام دي ليه؟ يا ست هانم انتي بتتكلمي في، انا معرفش حاجه، انا وانا برتب لك الدولاب لقيت الكاميرا وكنت لسه هخرجها لك. ايوه اكدبي اكدبي، ده انا هموتك النهارده، ما تعرفيش انا هعمل فيكي ايه. وقبل ما اتصرف معاها لقيت ماما جت، رحت جري عشان افتح لها الباب، وساعتها مسكتها انا وماما وحاولنا ان احنا نقررها ان هي عملت فيا ليه كده وليه بتحط الكاميرا دي في الدولاب. لكن للاسف كان كل اللي عليها عياط وبتنكر انها تعرف اصلا علاقتها بالكاميرا دي، بس احنا ما صدقناهاش. وانا وماما بصراحه ساعتها ما رحمناهاش وقعدنا نضرب فيها علشان تنطق لحد البنت ما اغمى عليها. بس برضو على وضعها حطيناها على الكنبه واستنيناها تفوق علشان نعرف منها السبب للي عملته، لكن ما نطقتش خالص ولا اتكلمت. وبعد ما فاقت كانت مصرة على موقفها، واحنا بصراحة ما كناش فاهمين هي صادقة ولا كدابة. طب لو هي صادقة مين اللي ممكن يكون حط الكاميرا اصلا في المكان ده؟ بعدها امي قالت لي اسكتي انتي دلوقتي، انا هعرف اتصرف بطريقتي.
ساعتها أمي اتكلمت بكل حدية مع شيماء، ولقيتها بتقول لها: بصي يا بنتي يا شيماء، من الآخر كده، اوعي تفتكري إن احنا 2 ستات وهنعديها لك ولا هنسكت، لا انت عارفة ومتأكدة إن عمك أبو سلمى لو جه هنا مش هيخلي في جسمك حتة سليمة، ده إن ما ودكيش السجن في خلال 2 اتنين. انت فاهمة اللي انت عملتيه ده ممكن تكون عقوبته ايه؟ بصي يا ست هانم، أنا ما بخافش غير من اللي خلقني وبس، لأن أنا ما عملتش حاجة. ست سلمى انا ما شفتش منها حاجه وحشه علشان في الاخر اصورها وهي في اوضه نومها واحط كاميرا. انا اصلا ما اعرفش هي بتشتغل ازاي. انتوا ليه شاكين فيا وليه متخيلين ان انا ممكن اعمل كده؟ عشان ما حدش بيخش الشقه غيرك يا حيلتها. مين يعني اللي هيكون بيعملها؟ جوزها مثلا؟ والله ما اعرفش، المهم ان انا متاكده انه مش انا، وانا تحت امرك وتقدري تعملي اللي انت عايزاه فيا. عايزه توديني القسم، تتصلي باهلي، تتصلي بابو المدام سلمى، انتوا حرين. انتوا لازم تعرفوا ان انا ماليش ذنب في كل اللي حصل. واللحظه حسيت انها بريئه بسبب تمسكها في موقفها، وانها ما كانتش خايفه، وان عياطها ده كله بسبب ان احنا جرحناها بالكلام. امي ساعتها اتخنقت لانها كانت حاسه انها مش عارفه توصل لحل، وقالت لي: انا هخرج البلكونه شويه يا سلمى على ما افكر الموضوع ده هينتهي على ايه. وانا قاعده قصاد شيماء وهي عماله تعيط ومش عارفه ان كانت صادقه ولا كدابه، ومين اللي ممكن يعمل كده. مفيش 5 دقايق ولقيت امي داخله جري وبتقول لي: بنتي يا سلمى، انت محمد جوزك راجع من الشغل دلوقتي ليه؟ مش بعته يعني؟ قلت لها: ايوه يا ماما مش بعته، ده لسه نازل الشغل ما كملش ساعه وما بيجيش الا الساعه 4. طب وايه اللي جايبه؟ طب بصي يا بنتي، خشي اوضتك دلوقتي اعملي نفسك نايمه، واوعي تصحي لما يجي. وانا وشيماء هندخل اوضه الصالون ونقفل على نفسنا من جوه كأننا مش موجودين، ونشوفوا ايه اللي مرجعه بدري كده وملهوف. وساعتها امي دخلت هي وشيماء فعلا اوضه الصالون وحاولت تقنعها بالسكوت على ما نشوف محمد راجع ليه. وانا دخلت اوضه النوم وفعلا عملت نفسي نايمه، ولقيت محمد داخل جري. واول ما دخل سمعته هو بيفتح اوضه الاوضه بتاعت الدريسنج بتاعت الهدوم وبيفتح الدولاب، ولقيته وانا ببص بجنب عينيا بيشيل الكاميرا من الدولاب وبيخبيها. ايوه، شالها وخباها في جيبه. ساعتها انا قمت وعملت نفسي مفزوعه وقلت: ايه ده؟ هو انت ايه اللي جابك يا حبيبي؟ هو انت نازل الشغل ولا لسه جاي ولا ايه؟ ابدا يا حبيبتي، ده انا نزلت الشغل بس لقيت الكاش قليل قوي في جيبي، فرجعت اخد فلوس من الدولاب، وكمان كان في ورق ناقصني هنا في البيت. طيب تمام، انت هتعمل ايه دلوقتي؟ انا هنزل الشغل وان شاء الله هرجع على ميعادي. يا شيماء لسه ما جاتش ولا ايه؟ قلت له: لا لسه ما جاتش. طيب يا حبيبتي انا نازل دلوقتي وان شاء الله اول ما اوصل الشغل هطمنك. ولقيته خدله في اسنانه ومشي، وانا هتجن مش مصدقه ولا متخيله ان جوزي ممكن يعمل كده. الكاميرا طلع محمد اللي واخدها، وتقريبا كان ناسيها في الدولاب، علشان كده لما افتكرها رجع جري عشان يشيلها من مكانه. اول ما خرج ناديت على امي، ناديت عليها وانا مظلومه، قلت لها: الحقيني يا ماما، محمد اللي كان حاطط الكاميرا في الدولاب وخدها ونزل، تقريبا كان نسيها. ساعتها شيماء انهارت من العياط على ظلمنا ليه. امي قعدت تراضيها وقعدت تقول لها: حقك عليا يا بنتي، اعذرينا، احطي نفسك مطرحنا، وحاولت تراضيها بشتى الاشكال. وفي الاخر انا اديتها مبلغ كبير من المال، قلت لها: حقك عليا، ما تزعليش يا شيماء، المبلغ ده خليه معاكي، مشي نفسك بيهم اليومين اللي جايين، وان شاء الله انا اول ما هحتاجك هرن عليكي. طب انتي اتاكدتي يا ست هانم اني ما عملتش حاجه؟ عايزه تقطعي لقمه عيشي ليه؟ انا مش هقطع لهم عيشك، انا بس عايزه وقت افكر على ما اشوف الدنيا هتمشي ازاي. وبالله عليكي انت لا سمعتي حاجه ولا شفتي حاجه لحد ما ادبر اموري. ومشيت شيماء، وانا وامي مصدومين من اللي شفناه واللي انا شفت جوزي بيعمله. هو بيصورني ازاي وحاطط كاميرا في الدولاب ليه اصلا؟ قعدنا نفكر ساعات وساعات ومعرفناش نوصل لحل، لحد ما قلت لامي: بقول لك ايه يا ماما، انا الحل الوحيد اللي هعرف اعمله ان انا هكر تليفون محمد ونشوف الرسائل اللي بيبعتها للناس وبيبعتوها له، واحنا نعرف هو حاطط كاميرا في الدولاب ليه اصلا. وانتي يا بنتي هتعرفي تعملي كده ازاي؟ ايوه هعرف، قالت لي: ماشي يا بنتي، وانا في خلال اليومين الجايين دول هعمل فيلم اللي انا متخانقه مع ابوكي، واقعد معاكي يومين في الشقه عشان ما يستجراش يصورك تاني، ولا يمكن يخاف من وجودي. وفعلا نزلت الواحد معروف انه هاكر كبير والشاطر قوي في الموضوع ده، واديته الفلوس اللي هو عايزها، وقدر يهكر لي تليفون محمد عن طريق شوية ايميلات بعتها له على تليفونه. وروحت البيت وماما كانت مستنياني، وقعدنا مع بعض علشان ننفذ الخطة. وفعلا بعدها بساعة جالي رسالة ان تليفون محمد تقريبا بقى مفتوح عندي، وقعدت اتابع كل الرسائل اللي بيبعتها
بس ما وصلتش لحاجة في الأول، وفي اليوم ده عدى لحد ما رجع من الشغل ولقى ماما موجودة ورحب بيها. ولما دخلنا أوضة النوم وسألني سبب وجود أمي، قلت له إنها جاية تقعد معايا يومين لأنها شادة مع بابا شوية، ويعني حابة تقعد عندي. ولا أنت هتتضايق؟ لا أبدا يا حبيبتي، هتضايق ليه؟ البيت بيتها وتشرف في أي وقت. حاولت إن أنا أراقبه وأتابع تصرفاته، وكل اللي لاحظته ساعتها إن هو شال الكاميرا من الدولاب وطلعها من جيبه بعد ما خدها وعنها في الخزنة بتاعته، لأنه طبعا عارف إنه مش هيقدر يصورني طول ما أمي موجودة، لأن مش هنبقى عايشين حياتنا الطبيعية. بس طول ما هو بره البيت أنا كنت متابعة تليفونه لحد ما لقيته عامل جروب على الواتس كلهم رجالة وبيبعتوا رسايل لبعض، وأحدث رسالة كان باعتها لواحد اسمه نادر وبيقول له أنا كان هيتخرب بيتي يا نادر، وكنت هتقفش، وكل اللي أنت قلته أنا نفذته، بس مراتي كانت هتكتشف الموضوع. أنا سبت الكاميرا في مرة في الدولاب والحمد لله قعدت يوم بليلة، وكويس إنها ما شافتهاش ولا اكتشفتهاش. عامة أنا شايف إن أنا هكتفي بالأفلام اللي معايا، هي كده كده مراتي يعني ومش هينفع أذيها. ما فهمتش حاجة من الرسالة، وإيه علاقته بنادر ده؟ ونادر ده بيخليه يعمل معايا كده ليه؟ ساعتها اتصلت بالهاكر ده علشان يساعدني ان انا اجيب كل الرسائل اللي كانت محذوفة من على الواتس، وفعلا رجعها لي ولقيته جروب كبير قوي، الرئيس بتاعه تقريبا هو اللي اسمه نادر ده، ودول مجموعة رجالة كلهم كانوا بيحكوا حكاياتهم مع زوجاتهم المطلقين منهم، وان كل واحد فيهم شاف ايام صدمة مع مراته اللي مطلقها واللي متجوز وازاي بيعاني مع مراته، وكل واحد فيهم بيتكلم على القوانين اللي متشرعة جديد اللي بتخلي الست تاخد حقها تالت يوم تالت. ومش كده وبس، نادر ده كان متجوز مرة واتنين وفي المرتين طلق، وفي كل مرة مراته كانت بتاخد الحق منه تالت يوم تالت لأنه تقريبا بني آدم ظالم. فكان بينصح الرجالة إن كل واحد فيهم مهما يكون بيحب مراته وبيثق فيها لازم يمسك عليها زلة، عشان لو حصل في الأمور قدام حاجة وحب يطلقها يعرف يخلع منها. من سمع كلامه وشاف ان الحل الوحيد اللي يعرف يمسكه عليا هو ان يمسك صور عليا وفيديوهات في اوضه نومي، عشان لو فكرت اتطلق او ابعد عنه وانا ما اعرفش هطلب ده ليه يبقى في ايده حاجه يكسرني بيها. ساعتها انا فهمت ماما كل حاجه وحكت لها، ساعتها كل اللي طلع عليها قالت لي البني ادم ده خاين ولا يؤتمن، بس انا كل اللي عايزه اعرفه يا بنتي هو ليه فكر انك ممكن تطلبي منه الطلاق، ولا هو عشان شايف نفسه قليل وانه ما كانش يحلم في يوم من الايام ان واحده زيك ترضى بيه. عامه انا بقى هاخد لك حقك منه. وفي الليله دي امي كانت ناويه تنفذ كل اللي في دماغها، وبالفعل بالليل اتعشينا وقعدنا مع بعض والليله عدت عادي جدا. وفي اخر الليل امي قالت لي انا هقنع جوزك ان انا هروح وهو اكيد هيطلع القمر، لكن انا هرجع لك تاني، وأول ما تتأكدي إن هو طلع الكاميرا وحطها في الدولاب رني عليا على طول. وفعلا أمي عملت نفسها مروحة، وفعلا أنا عملت نفسي هدخل آخد دش وهو قاعد في الأوضة، ولما خرجت لاحظت وجود الكاميرا دي لأنه فعلا طلعها وكان ناوي يصورني تاني. بس أنا اتحججت إن أنا بطني وجعتني فجأة وهخرج أقعد شوية بره في الصالة وأشرب عصير على ما فوق، ورنيت على ماما وعرفتها اللي حصل، لقيتها بتقولي أنا سايبالك برشام منوم في التلاجة حطي منه لجوزك في العصير ونيميه لحد ما نيجي انا وابوكي. وبالفعل عملت كده، وبعدها بدقايق راح في النوم ولقيت بابا ساعتها جاي هو وولاد عمي الصبيان، وساعتها مسكوا التليفون بتاعه واللابتوب والكاميرا والخزنه وكل حاجه تخصه وتقريبا ولعوا فيها وما خلوش حيلته حاجه، حتى الشقه خلوه يمضي عليها. وبعدها فوقوه ولقيت بابا بيقول له بص بقى انت جيت على بنتي عشان كنت فاكر انها ملهاش ظهر، ما كنتش امين على مراتك وعرضك وصورتها وهي في اوضه نومك، انا اللي هجنني يا اخي انت عملت ازاي كده في بنتي اللي هي مراتك، ده انا بحمد ربنا ان هي ما خلفتش منك، بس اوعى تفتكر ان ابوها ممكن يخليها لقمه طريه في بق اي حد. الشقه اللي انت قاعد فيها دي اتكتبت باسم بنتي، وادي قدامك 10 وصولات امانه انت ماضي عليهم عربيات، وبسهولة كده حبيت أعرفك إن لا في موبايل ولا في لاب ولا في خزنة ولا حتى في كاميرا، وأعلى مفخرك اركبه، ومش مطلوب منك دلوقتي غير حاجة واحدة، إنك ترمي اليمين على بنتي وتنسى في يوم من الأيام
ان انت كنت متجوز واحدة اسمها سلمى، وحقها كله هيرجع تالت ومتلت. وهندمك في يوم ان فكرت في يوم تيجي على بنت سلمى، على بنت سلمى الغرباوي. سلمى دي مش اي حد، واعرف ان ليها ظهر حتى لو ما كانش ليها اخوات. سمعت؟ ساعتها قبل ما نمشي قلت له دقيقة واحدة يا بابا، انا عايز اسأله، هو ليه كان كده؟ ليه كان مخوني وفاكر ان انا كنت هتطلق منه؟ ليه كان عايز يمسك عليا زلة وهو ما شافش مني حاجة وحشة؟ انا كنت بحبك وبتمنى لك الرضا ارض ترضى، ليه عملت فيا ده؟ سامحيني، سامحيني يا سلمى، انا كنت شايف كل اصحابي اللي خدوا تجربة الجواز واتطلقوا مراتاتهم بهدلوهم في المحاكم وما استحملوش، فبصراحة كنت خايف ان انت تعملي فيا كده، خصوصا بصراحة انك متدلعة وما كنتيش قد شيل المسؤولية، وان ابوك زي ما انت شفتي ممكن يعمل اي حاجة فيا، فكنت حابب اضمن حقي. انا اسف، سامحيني والله ما هعمل كده تاني. سامحني يا عم سالم، انا غلطان، واديك حرقت الكاميرا وحرقت التليفون وكل حاجة، صدقوني مش هعمل كده تاني، لكن طالما مش هقدر اطلق خدوا حقوقها كلها. انا غلطان ان انا ضعفت وسمعت كلام اصحابي، بس سامحوني. ما ينفعش، ما ينفعش، لانك انت انسان مش امين، وعمري ما هآمن في يوم ان انا يتقفل عليا انا وانت باب واحد، بجد منك لله. واخدني ابويا ساعتها وامي وخرجوا، واتطلقت منه وخدت كل حقوقي، بس لحد النهارده انا بقالي 4 شهور متطلقه، وساق عليا طوب الارض علشان يرجع لي، ومش رحمني لا تليفونات ولا رسايل ولا حتى مجاي عند البيت علشان اسامحه، وانه كان غصب عنه وانه كان مغيب وكلام اصحابه هو اللي اثر فيه. انا بصراحه هو صعبان عليا، وساعات كتير بفتكر له حاجات حلوه كان بيعملها معايا، هو عمره ما عمل فيا حاجه وحشه، بس اللي عمله في الاخر وجود الكاميرا في الدولاب كسرت كل حاجه حلوه ممكن تكون موجوده. انا صح في اللي انا عملته؟ وابويا صح انه خد حقي بالطريقه دي؟ ولا انا المفروض ما كنتش استعجل عليه واصبر؟ يمكن فعلا كانت غلطه والمفروض اسامحه عليه. لحد هنا حكايتي تقريبا خلصت، بس انا كنت عايزه اسمع رايكم، هو اللي جوزي عمله ده كان سببه ايه؟ او طليقي ده كان ايه اللي وصله انه يعمل معايا كده؟ وان انا ممكن اديله فرصه تانية، ولا خلاص كتابه اتقفل وانا ليا حق في كل اللي عملته انا وابويا؟ ولحد هنا تكون حكايتنا انتهت، يا رب تكون نالت اعجابكم، هستنى اسمع رايكم فيها في التعليقات، ولايك في القناه واشتراك لمشتركش، وفي الاخر احب اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.